دويدم سمعت، دويدم شبعت. الاستخدامات العشرة لفعلي دويمك ودويمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغة التركية فيها كثير من الكلمات والأفعال المتشابهة، خصوصا مع تشابه الأفعال الساكنة واختلاف الأفعال الصوتية. فعندنا مثلا فعلي اليوم دويمك شبع، دويمك إحساس. كيف نستخدم هذين الفعلين؟ هيا بنا نتعلم أو نرى هذا معا. سنتحدث اليوم عن 10 استخدامات لهذين الفعلين. الفعل الأول كما نرى هو دويمك. ما هو الفرق بين الفعلين؟ هو حرف واحد. او وأو دويمك سماع، دويدوم سمعت أو أحسست. دويمك شبع يعني شبعت دويدوم. وهنا حرف الدي كأننا نقرأها هكذا دويدوم دويدوم. المهم نكمل. أولا دويمك فعل السماع، المعنى الأول له هو كما نرى السماع إدراك الصوت دويدوم. مثلا نقول قرلت يو دويدوم، سمعت الضجيج. قرلت ضجيج، قرلت يو دويدوم، سمعت الضجيج. الجملة الثانية مثلا جملة طويلة كما نرى، ما شاء الله ما أطولها. ماذا نقول فيها؟ تماشرج فاطمة كدن، هذه السيدة ماذا فعلت؟ تماشرج فاطمة كدن يعني السيدة فاطمة، أو فاطمة كدن المرأة فاطمة. تماشرج التي تعمل في غسيل الثياب. أنمين دويميان كولاكلارنا يالفاريور، يالفاريور تتوسل إلى أذني أمي التي لا تسمع. أنمين إضافة، كولاكلار مضاف إليه، أذني أمي. إذن أنمين دويميان كولاكلارنا يالفاريور، هذه الجملة تعد من جمل المستويات المتقدمة. الجملة الأولى من جمل المستويات السهلة، قلت يدويدم سمعت الضجيج من جمل المستوى الأول، الجملة هذه من جمل المستوى الرابع وما فوق. إذن تماشرج فاطمة كدن أنمين دويميان كولاكلارنا يالفاريور، تتوسل إلى أذني أمي التي لا تسمع، يعني تطلب من أمي شيئا بتوسل أو هكذا. هذا هو المعنى الأول أو الاستخدام الأول. الاستخدام الثاني هو كما نرى أخذ خبر أو معلومة. مثلا ماذا أقول؟ يبتكلرن دويدم، لقد سمعت ما فعلت. إذن يبتكلرن أفعالك ما فعلته أنت، دويدم سمعته. الاستخدام الثالث هو استخدام بمعنى الإحساس والإدراك، يعني أحسست. مثلا هذا هو المثال، ماذا يقول؟ يلر نصل جشتي دويمدم، إذن دويمدم لم أشعر. يلر نصل جشتي، السنوات كيف مرت، كيف مرت السنوات؟ لم أشعر، لم أعرف، لم أشعر كيف مرت السنوات. المثال التالي، الجملة التالية تقول جزال أولمسن فقط روه أولسن bir şey duysun، يعني güzel olmasın لا ليكن جميلة، olsun ليكن، olmasın لا ليكن، ولو كان ليس جميل خلي ما يكون حلو، لكن لتكن عنده روح. يعني مثلا صديقي ولو لم يكن شكله جميل لكن لتكن عنده روح. فقط روح olsun bir şey duysun، ليكن عنده إحساس، ليشعر بشيء. نعم. المثال التالي أيضا جملة طويلة نقرأها معا، بطن ساز şairleri gibi duyarak kendini güfteye vererek söylüyordu. إذن نحن نتحدث عن شخص يغني فنقول söylüyordu، كان يقول، كان يقول kendini vererek بإعطاء نفسه. طيب كيف كان؟ بطن ساز şairleri gibi، مثل جميع شعراء الساز، مثل جميع الشعراء الذين يغنون باستخدام الأداة القديمة أو هكذا أحد الأدوات الموسيقية الساز. نعم. duyarak وهو يشعر يعني بإحساس، كان ديني جفتيا وررك وهو يعطي نفسه للكلمات، يعني كان يغني من قلبه، نستطيع أن نقول هكذا. هنا الكلمة الموضع الشاهد ديرك يعني بإحساس، بإحساس قلبي. المعنى الرابع لفعل دويمك هو الإدراك بأحد الحواس الخمسة، السماع، الإحساس، الشم، السماع بالأذن وهكذا. مثلا هذا هو المثال، سنين سيسيني دويميورم، لا أستطيع سماع صوتك. سنين سيسيني صوتك، دويمك سماع، دويميورم لا أستطيع سماع صوتك. إذن هذا السماع بمعنى السماع المادي. المعنى الخامس لفعل دويمك هو إدراك ملمس الأشياء، هل هي ناعمة، هل هي خشمة، هل هي خشنة وهكذا. مثلا الجملة عندنا هنا، إليمين أزرين ده
bir böceğin gezdiğini duydum. İzen duydum. Ne duydum? Bir böceğin gezdiğini. Enne böcek, enne haşara temşi ala yedi. İzen elimin üzerinde, fevka yedi, bir böcek, haşara, bir böceğin gezdiğini duydum. Şaartu bi enne haşara temşi ala yedi. Fâmâza faalt? Sarıhtu ev kumt bi harake garibe ev hakeza. المعنى السادس والأخير لفعل دويمك هو الإحساس بحالة نفسية معينة، يعني الإحساس بملمس شيء هذا إحساس مادي، لكن المعنى هنا الإحساس بشيء معنوي، مثلا أشعر بالسرور، أشعر بالكآبة وهكذا. نرى المثال: سنين يبتكلرندن أتانش ديورم. أتانش ديورم أشعر بالخجل، أو أشعر بماذا نقول، بالعار لما فعلته. سنين يبتكلرندن، إذا من أفعالك. أتانش ديورم دائما فعل دويمك يأخذ حرف الجر من، لا ننسى هذه المعلومة. إذن أشعر بالخجل لما فعلته. سن يبتكلرندن أتانش ديورم، نستطيع أن نقول بنيم يبتكلرندن أتانش ديورم، أشعر بالعار لما فعلته، ونستطيع أن نقول أشياء أخرى. المهم أتانش ديورم أشعر بالعار. مثال آخر الآن عندنا مطلوك ديارز، نشعر بالسعادة. نقرأ الجملة: سني أرامزدا جورمكتن mutluluk duyarız. İzen mutluluk duyarız, neş'ur bis-saade. El-fi'l huna duymak, hâzâ huvel fi'l, duyarız, neş'uru. Naam, bilgeniş zaman huva. İzen mutluluk duyarız, neş'ur bis-saade. Den minen, görmekten, min rü'yetike, beynena. İzen seni görmekten, seni görmekten, min rü'yetike, aramızda, beynena, mutluluk duyarız. Neş'uru bis-saadeti li rü'yetike, beynena. El-an ne'ti ile fi'l duymak. هذا الد جاء بعده كلن حرف، لذلك يقرأ قريبا من الضاد. إذن ضيمك، ضيمك يعني الضاد مفخمة، نستطيع أن دال مفخمة عفوا، نستطيع أن نقول هكذا. المعنى الأول له الأكل حتى الشبع مثلا. ماذا يقول هنا كمثال؟ نقرأه معا: ضيدم يعني شبعته. باش كبير شيء يمام، لا أستطيع أن أكل شيئا آخر. ضيدم شبعت، امتلأت، وصلت إلى هنا. باش كبير شيء يمام، لا أستطيع أكل شيء آخر. المثال التالي يقول: بان براز زيت، براز بطاطس، براز دا دوماتس، لا دويرم. إذن الفعل بان دويرم، أنا أشبع. بان دويرم، بان دويرم، نئلة دويرم، أشبع بماذا؟ لا دويرم. أشبع لا يعني بي. بماذا أشبع؟ براز زيت، شوية زيتون، براز بطاطس، قليلا من البطاطا، براز دا دوماتس، وقليلا من البطاطا. إذا بان دويرم، أنا أشبع. براز زيت، براز بطاطس، براز دا دوماتس، لا. بان براز زيت، براز بطاطس، براز دا دوماتس، براز زيت، براز بطاطس، براز دا دوماتس، لا. دويرم، دويرم الفعل هنا دويمك وليس دويمك. إذا قلنا دويمك يصبح المعنى أشعر أو أحس، لكن هنا الفعل دويمك. إذن دويرم. المعنى الآخر لدويمك هو الشبع المعنوي بمعنى الاكتفاء. كيف نقول مثلا: دنيانın parasını kazandı hala doymadı. إذن دنيانın parasını kazandı. ربح مال العالم، يعني ربح مال بأعداد هائلة جدا، بمبالغ كبيرة جدا. هالا دويمد، وإلى الآن لم يشبع، يعني ليس أكل معده، بل لم يشبع بشكل معنوي. دويمك أيضا تأتي بمعنى تلبية الاحتياج، يعني الإنسان محتاج شيء، أشبع حاجته، نقول احتياجنا دويدردو، أشبع احتياجه. مثلا هنا نقول توبراك دويدو، التراب شبع، سويا إلى الماء. إذن دويمك يأخذ حرف الجر آ، أو يأخذ إلى. شبع مثلا شبع بالأكل، بأكل كذا ممكن نقول. هنا نقول شبع من الماء، بالعربي نقول شبع، من بالتركية نقول شبع إلى. سويا دويدو، إذن توبراك سويا دويدو، التراب شبع من الماء، بالعربي نقول، بالتركية نقول التراب شبع إلى الماء. المعنى الرابع ل دويمك الشبع هو معنى الملل والسأم. مثلا عندما أقول لشخص: لقد شبعت منك، يعني سئمت منك ولا أريد أن أراك ثانية. ننظر هنا إلى المثال: سنا دويمام سانسيز أولامام، لا أستطيع أن أشبع منك ولا أستطيع أن أعيش بدونك. دويمام لا أستطيع أن أشبع، دويمك الشبع عدم الاستطاعة، مام نفي. إذن سنا دويمام لا أستطيع أن أشبع منك، بالتركية نقول لا أستطيع أن أشبع إليك. سانسيز أولامام لا أستطيع أن أكون بدونك، يعني سانسيز بدونك
olamam, la astati an akun, yani la astati an aish min dunak. هذا مثال. مثال آخر طويل قليلا. صنما صنا دويدوم لا تظن أنني شبعت منك. صنما لا تظن صنا دويدوم أنني شبعت منك. يمينم يمين أولسون أحلف يمينا يعني يمينم يمين أولسون ليكن يميني يمينا أرتك سنين أولدوم أرتك سنين أولدوم لقد أصبحت لك. أرتك من الألف صاعدا سنين لك سنين أولدوم صرت لك. إذا لا تظن أنني شبعت منك قسما عظما كما نقول أنا من بعد الآن لك. صنما صنا دويدوم يمينم يمين أولسون أرتك سنين أولدوم. مثال آخر مثلا نقول صنرم أنا دويدو أظن أنه شبع من كذا. مثلا صنرم أظن أنا دويدو دويدو صنرم دويدو أظن أنه شبع أنا من كذا من شيء معين منه أو منها أو هكذا. أرتك أو جاذب ديل بعد الآن لم تعد فيه جاذبية. أرتك أو من بعد الآن أو يعني هذا الشيء الذي شبعنا منه جاذب ديل ليس جذابا. آخر مثال مثلا ماذا أقول عربيا دويدوم شبعت من السيارة. بالعربي نقول شبعت من بالتركية نقول دائما شبعت إلى. عربيا دويدوم نكمل. أرتك عربا كولانماك استميورم من الأنف صاعدا عربا كولانماك استميورم لا أريد استعمال السيارة. عربيا دويدوم بنا دويدونوز مو هل شبعتم مني يوكسا دها تشوك فيديو يابايم أم تريدون أن أعمل فيديوهات جديدة. هذه وقفة بسيطة مع فعل دويمك وفعل دويمك. دويمك أصل معناه الشبع ودويمك أصل معناه الإحساس. دمتم رقيقي الإحساس. Google gibi bir şey söyleyerek beni etkinleştirene kadar beklemede kalacak şekilde tasarlandım. Etkinleştirildiğimi cihazındaki durum göstergesinden anlayabilir. أنا هل قلت أوكي جوجل؟ لم أقل لكنه تكلم هكذا. طيب دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.